جماعة حابة أقول لكم شيء هلأ صار عنه. نحن قاعدين بكافية بالسعودية تحديدا بمدينة جدة، بس حخبركم قديش عنا الأمان مش 100 عمية، فيك تقولوا 1,000,000 عمية. حورجيكم عندي أنا هون، في ناس، في شخصين، شخص قاعد هون شخص قاعد هون. هون ترك تليفونه وهون ترك اللابتوب تبعه، وفي كتير ناس عم تظهر وتفوت، فهيك ترك غراضهم وراح يصلوا حرفيا. Hey guys, the time is 4:40 a.m. in the morning. Look, I'll show you something. Look at this. This, all this. And here, and not only this. You're gonna see a lot of fruits. Look. Check this out. It's 4:40 a.m. in the morning, and overnight, nobody is here. So I'm here in Riyadh, Saudi Arabia. Look. Nobody's here. Like, I can take one. Nobody's here around. This is my friend only on my car. You know, I just came with my friend to visit here. Look, all this thing. They just left it. By the way, it's a market. They're gonna sell them. But, you know, you are not worrying about any security. Look, I don't see any security camera. Look. قولوا يا الله ثم ثنوهم قولوا يا الله. أسأل الله في هذا الكريم إن الله يديم لمن الأمان. والله يجعل والديكم في الجنة ويرحم والديكم. بيض الله وجيهكم يمن الطرق ويرحم والديكم ويرفع قدركم. عز الله أن فعلكم يجمل معدل الخط. إي والله إي والله إي والله. ويشهد الله. هذه عائلة متعطلة. يا تقل على الطرق جاوا في الحال. والله ما كملوا حتى يمكن 10 دقائق لهم قدهم هنا يخلصون شغل الرجعة. كام يفزعون يخلصون. الله يرحم والديهم. أسأل الله أن الله يديم لمن الأمان.